مرة أخرى يصنع شباب جزائر الخير في خنشلاء الاستثناء، والوجهة هذه المرة صوب بلدي تمتوسة، حيث تقطن عائلة الباهي عبداللاوي وسط ظروف يندى لها جبين الإنسانية. فالفقر والمرض عششا داخل هذه الجدران 5 أبناء أكبرهم لم يتجاوز 4 سنوات، يعاني من صعوبة بالغة في النطق ورضيع في أسبوعه الثاني. الأب عاطل عن العمل، والأم أصيبت في عينها اليسرى بالعمى، فمن ينتشل هذه العائلة في ظل تقاعس السلطات المحلية والجهات المعنية بالأمر؟ طالبة من الوالي ولاية خنشلة يجي يطلع علينا يشوفنا ترى احنا حيين ولا ميتين، يشوفني انا ويشوف العيلة هذه اللي راهي معايا. راني 5 أولاد وما نجمت لهمش، وراني قاصرة حتى من عيني، راني ما نشوفش بيها. راجلي راه يخدم بصح كي تكون وقت الجنانات والسنارية ويروح يخدم كي يحبس كل شيء ويحبس حتى هو يقعد. عندي باش نوكلهم ونشربهم ما عنديش، عندي شهرية ما عنديش، نجم فرقة 5 أولاد نجم نخرج ونخدم ونجيب لهم، ما نجمش. 5 عمليات وانا يا فقر الدم والسكر ومريضة على روحي، وما نجم حتى كي نخرج هكا نروح نخدم عند النساء بعيد عليا حتى الحال. شباب جزائر الخير تزودوا بالمؤونة والأغطية والألبسة ولعب الأطفال، كما اقتنوا مدفأة جديدة وعديد الحاجيات والمستلزمات لعائلة السيدة خلاف دنيا، علها تخفف ولو قليلا من معاناتها. في إطار الأعمال الميدانية اللي تقوم بها جمعية جزائر الخير لولاية خنشلة، وكل مرة نكتشف حالات يعني مزرية، اكتشفنا هذه المرة في بلدية تمتوسة حالة، هي حالة عائلة عبداللاوي عمي الباهي اللي يقطن في مكان يعني في بيت غير لائق للسكن نهائيا. السقف يعني شبه منهار، التدفئة منعدمة، الزوجة مريضة أمراض يعني بكل أنواعها، الزوج عاطل عن العمل. في ظل هذا الجحيم الذي لا يطاق والذي جعل عائلة البؤساء بأكملها تشعر بفقدان طعم الحياة، وهي التي تقتات على صدقات المحسنين، متى تتحرك سلطات ولاية خنشلة باليد الممدودة وتبادر لإعادة الأمل للفقراء في بلدية تمتوسة؟